السلام عليكم، هل تسمع من هنا؟ يلا اللي كيسمعنا يطبي واحد بعدا. السلام السلام السلام، وعليكم السلام خويا، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. كنعتذروا مسبقا على الأعطاب التقنية والتأخر الزمني اللي وقع. كيف ما كتعرفوا، نظرا للكونيكسيون السيرفر اللي عندنا في المغرب والعربي وسميتو، كان ما كنقدروش كيخرجوا بعض الحوايج من الجن. اهلا سي اريس بادا، كي داير؟ مرحبا. يا مرحبا الدراري، ابطال العرب ديالنا. معنا السي سامي في التعليق، اهلا بالسي سامي، يا مرحبا. ميرسي بوكو، السلام عليكم خالتي، لاباس؟ كي دايرين معانا؟ كيفك كبير؟ احنا الان غادي واحد شوي غادي يبداو المباراة. كيف ما كتعرفوا، تايجر كيف كلاش هي تورنوا كتنظم على صعيد شمال ما بين المغرب والجزائر كل شهر. بطبيعة الحال كيكونوا دي كاليفيكاسيون اللي كيأهلوا ليها، كيتجمعوا الربعة المخيرين في المغرب مع الربعة المخيرين في الجزائر، وكنديروا منافسة ما بيناتهم. دونك في هاد ليديسيون عندنا لي كات ميور تاع ايديسيون لاجيري، سي كلايماكت كايكس اريدون سودرا انادفيت، و لي كات ميور تاع المغرب عندنا كلايماكس اجدو دارك سورد بيتو بين رايتو وخليل فوالا وكليماكس فوالا. دونك اون اسبير فوار دو بون كومبا، ديجا كاع عندهم ليفل بروفيسيونيل، الله يبارك. فوالا كلهم مجاهدين، واحد ينسك في الاخر. وي غادي نبداو، غادي نديرو تيرار جو سور دابا ونشوفو شكون هما الاولين غادي يلعبو. كما العاده غادي نديرو تيرار جو سور دابا، غيديرها فريزر. لا اجدو ما بقاش في توب كات، ولا دابا خليل كابو هو العنصر الجديد في المغرب. هاد الفوتو اللي حط ديال الحبس زعما راه شتوني في الحبس ويطلع خليل. سي سامي، كي تتوقع المباراة؟ فوالا ديرو التيراج اصبر. وي تامرش، يلا نكومونسيو دابا. اسماء كا اكس اريدون نادويد او سودرا. وانا كا اكس كا اكس غني عن التعريف، اريدون تا وكذلك، يعني كلهما شخصيات عندنا في هاد الرباعي معروفين، ما محتاجينش اننا نعرفوهم. أريدون، إدريس، سودرا، ونادفيت.
اه كان سمعك ولا انا تفيد هو اللعاب اللي غادي نشوفه الاول مزيان هذا المباراه انا نشوفه جي انا تفيد شنو هو المشكل اللي كاينه بي بوي في الصوت قال بي بوي ما قال لي قد الصوت نقدر نشوف شنو هو المشكل اخرين كلشي كيسمعني مزيان اه فوالا دابا سي بون يلا سير على الله عناد فيت هو اللي غادي يكون معنا في الماتش الاول نشوفوا دابا تين من دارك سورد اها دارك سورد كليماكس وخليل وبين رايتو اش كيبان لك السي سامي في اللقاء ما بين المغرب والجزائر سير الله خليل كابو خليل كونتر نادفيت هاد الجوج هادو هما الجوج اللي طلعوا من الكاليفيكاسيون ديال هاد الشهر هذا يعني مزيان هاد الماتش هذا طلع زوين باش نشوفوا الناس الجداد هما الاولين اللي غادي يكون حار شاعله اش بان لك السي سامين اه بيان سور نورمالمون لي دو جوار يسوفال لي زوج يلعبوا des joueurs عندهم un grand potentiel de comeback mais on va voir des combats inchallah explosifs ah voilà غيكون ماتش زوين بزاف واللي عجبني انا هو انه بجوج غادي يحاولوا يفرضوا اول ماتش لهم كان اول ماتش لهم في هاد التايجر كيف كلاش وغيحاولوا يثبتوا بجوج يحاولوا يتبتوا بجوج بطبيعة الحال نفسهم وعليكم السلام سيميتال ماستر اف جي ماستر اف جي مرحبا لورا وي انا هبط انا يا يلا غيدخلنا دفيت نيد فيد ديالنا هذا هو النيد فيد ديالنا ويا عزيز علي انا نيد فيد يلا سي نيد فيد لا 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 خليل حيد ستار عاودو هبطو عاودو هبطو دارك سورد قال لك عزيز عليه حتى هو انا تفيت واش اللي عزيز عليك فيها دارك سورد اللعب ديالو ياك الماتش غيكون شاعل اللقاء هو غادي يبدا يلا راه برع راه برع الشيشه انا السخونيه اللي عندنا في مراكش غتكون في هذا الماتش هذا سي بارتي يلا سي بارتي اون كومونس يلا ارا برا نضربوا عليهم واحد جغمات الماء حيت اللقاء غيكون شاعل وواحد القضيه رضوان ولكن ماشي مشكل كان ممكن تعود دير اف تي 3 الماتش الاول يتلونسا يجربوا فيه يسخنوا فيه ياك الماتش الاول حيت كيكون فيه داك اللاك ديال الناس ما كيتفرجوش وكيبدا كيزرب يدوز باش وديك الساعه تيتلعب ابتداء ماشي مشكل هو انا الماتشات الجايين غنعاودو نديرو هاد القضيه ونسبقو الماتش نديرو اف تي 3 الماتش الاول اللي تيجربو فيه ويدوز فيه داك اللاك الاولاني باش نتفرجو في الماتش من البداية على حقه وطريقه هذا برا هاي بريمير عادي وين باش يدوز ولا الماتش بدا راه برا راه نشوفو الفوتيز هو الاول واو
نقز جام اغريسيف او دا كورنر او سي دو كورنر او سي دو عاود يحاول يهرب من الكورنر هذا بريسي تري اغريسيف خالي لا ولا نايس رياكسيون انا برا جا غارزي نايس اونتي اير ترى برا نادلي بلايت ما شتش السيتاب آه لهنا يبدا لو كومبات نورمالمون انا برا هنا دابا بداو شوية ستريس بدا دخل عليهم نايس نايس كراب ايوا لا فريم كراب انفورماسيون ما عندي ما نقول كراش كانتر لورا كتهجم بريسينغ ديالها خايب في الكورنير خاصو يحاول يزيد مزيان ما على هيت الراوند هذا الشيء اللي كاين الماتش ما بين لورا وجي غيكون ديما زربان كوتسيز خليل كنظن غيتلعب الماتش سريع بزاف فوالا فا نايس كومبو تاع الكوان راه برا نشوف واش غيدير في الكوان انا ما كاينش اونتي اير كراب مزيان راه برا فوالا بس مزيان هاد اللعيبه هادي في السما نايس كراش كانتر مزيان انا خليل كيدخل في اللقاء كيدخل بطريقه مزيانه ارا برا الواريور ديالنا خليل ما كاين غير عندك راه عندك هذا غادي بعد الكوموند غاب ديال الكوموند غاب سي بون او التلاخر بيبدا معاه بالكراب ديال اللي لا يا فلاش كوموند غاب ما كاين غير لي كراب هنا ما يتقومش فوالا كراش كانتر ما خلاتش يتحرك ما يتقومش سي بون كونتاج يا سلام ما كاين غير لي كراب عاود كراب اخرى ارا برا بلا كان كومباك هنا او نايس او لا لا نايس غتكون اس مزيان غيكون دار او اس واحد في الكوان اش غادي يدير السيت اب ديالو ما ضابطوش مزيان قبطو او كراب في الاخير كتختم عاود الثاني بواحد الخطبه مزيانه ضيع السيت اب ديالو جي عاود لا بتكلي النوضه على حال قاعد على ديستانس باسكو على بالو بلي لو غاتقرب بلاك سي با دابا بيحاول يهرب تيبان لي انا جويز ما قدرتش يريزيستي نايس اون تي اير كومبو مزيان كيهرب خليل ديما باكداش كيطيط كونتر بجوج بجوج دابا مع لي كراب ولي كراش كونتر هادشي اللي كيبان لي خدام غير اللي باغي يهرب كيلصق لي كراش كونتر واللي بيبقى في الارض كيتخش هاهو دار باكداش هرب فلايت مزيان نايس اون تي اير شوفو واش غيدير عندو ميكساب ولا عندو ما عندوش لاش يدير كراب كان عندو في تريجر كان عليه يشد مزيان مزيان لافيز يقدر يعاود يولي عنده فول ميتر كراب كراب ويجو
على كي زوني كيحاول يزوني ولكن كراش كونتر يلقاها قراب من وراه. نايس جميلة ارا برا. اوه نايس كونتر جميلة جميلة. استراتيجي كاروان في كونسي دابا دخل. هادشي باش زوين الماتش قلت لكم زوين زوين الماتش كلشي داخل ما كاينش رجع اللور ما كاينش رجع اللور واحد لواحد كيفاش لاين بلاي. او ماي جاد دوزيام ماتش فور دي بور لانستون. انا مع الغالب اخويا انا السياك اللي ربح هو هذاك. بغينا احنا نشوفوا ماتش زوين وصافي هادشي اللي كاين. ما كاينش تخوف ما بين اللاعبين بجوج كلشي بيحاول يفرض السيطره. نشوفوا هذا الماتش الثالث كيفاش غادي يكون. قضية مشحرة كل شيء باغي يهجم مزيان و عمري زوج شاحنين نبدأ بأونتي اير نشوفو واش كاين شي كراب. نايس ويف ومن وراء كراب. غير كراب كراب عاود كراب ماشي كاين خاف اونكور اون كوموند. او نايس او اونتي اير ما مشاتش ليه الى انتيسيبي دار له انتيجان فوالا ونبود الكوان اش غيدير زكا وانا عم زكا اون بونتي اير ولكن دخل عليه دخل عليه خايبة عندها هاد ميديوم هادي باسيون باسيون طارة نايس شابة زاد فيه بزاف لي كراب كان عليه بزاف زكي خايب 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 جي في الكوان هادي اونتي اير نايس من الكومبو كونفيرماه مزيان. لا ما داش او اس لكن مزيانه. لا لا الماتش الاول كان دي مشى كومبو مزيان صرا مزيرة بزاف الماتش قاسح قاسح قاسح. اونتي اير مزيان فوالا جمع عليه بشوريو. دابا كنظن ان جيت تحكم في المقابله كيحاول يفرض السيطره بيلعب من البعد. نايس لا جي نايس ما ضبطش السيطره ديالو. لورا كات نود اش غادير كومباك او نايس. فوالا ايرو بتقبل منها واحد بجوج لواحد. نادفيت لعب مزيان نادفيت لعب مزيان قرا الماتش مزيان. كيبان ليا الماتش كان زوين ما بانش فيه لا لاغ لا والو كان لعب زوين. نورمالمون ويكاب اللي كانوا فيهم شويه الاغلاط بان ليا نضرب بلي لايت شويه جاب خدامه مزيان. اش بان لك السي سامي في هذا الماتش هذا المباراه الاولى؟ بارفي تري تري بون ماتش. لا لو نيفو كان ايكيفالون بون سيتي سولوي اللي يقرا لو ميو لادفيرسير تاعو اللي كان حيد ليها دونك من الاول لوغا الا تري بيان دوني. قرا قرا الماتش مزيان نادفيد وبالخصوص من لانه صبر لان الكراب واحد شويه وكان كيرياجي على دوك لي موفمون اللي كانت تدير لورا الفيسكيل ديالها كيرياجي عليه مزيان ضبط الماتش اب مزيان كيخلي حتى الوقيته اللي غيبتونيها احسن فينيسيون اوكي يتعاد من بعد هيك يتجال الكوان كيولي الماتش ديالو يعني لعب. دابا الفريق المغربي كيختار فريزر كيختار فريزر باش يلعب الماتش الموالي دوزيام ماتش نادفيت كلايماكس. ماتش غيكون تا هو حامي ماتش غيكون حامي. إذا التفوق الآن للفريق الجزائري. أهلا سي زهير. واسي زهير بخير نهار كبير هذا.
ماتشاب ديال جي اخا ياكس ما كنظنش حتى الوراه واعره، ماشي كيبان لي انا للعكس، واخا ما شايفش هذا ولكن نقدر نقول انا كيبان لي من وجهة نظري غيكون ديال لورا. ماتشاب اه هادشي اللي كيبان لي تاني الماتشاب ديال لورا، غير هو نادفيد لعب مزيان، عرف يستغل كلشي لي بار ديالو، السيتياسيون كيحاول يبقى حتى الاحسن سيتياسيون، يعني واخا انه خلى الكراب يجي مزيان. سي زهير نهار كبير هذا. وبالنسبة للورا راه صعيبة شوية في اللاك، كيف ما كتعرف انه يعني داك الفيسكيل ديالها في اللاك صعيب ترياجي عليه، مع ذلك كان خدم عليه مزيان كيف ما قال لكم بيبلو 5.5 4.5 ديال لورا، 5.5 هنا 5.5 ديال لورا 4.5 ديال الجي، يعني الماتش اب ديال لورا ماشي بعيد بزاف، ماشي بعيد بزاف والو، غير هو المهم كيلعب في صالح لورا شوية. يلا الماتش الثاني بدا غنشوفو بايسون في كلايماكس، شوفو الماتش غيكون غادي يكون الحضر الفوتسيز في الاول غيبدا على ما يكون القرايح واحد شويه. نايس نايس الويف هذا او لا الكونتر جابو ليه مزيان. هادي دارا اونتي اير وفي نفس الوقت جات فيه مزيانه بايثون، دابا نشوف واش غادي يعمل. مزيانه تشت فهادي نايس ويف والفريتينغ ديال البايثون كيف ما كنعرفو الكوان ولكن نقز لقدام، هاد اللعبة ضد البايثون مهمة انه تنقز لقدام شي نوبات مزيان تستعملها. نايس ويف كومبو، شوف واش ريزيت سيتاب مزيان دي شوب في اكتيف البتريجر ديالو ولكن ما خلاش فريزر فرض انه يضغط او لا قرر انه يضغط حيت عارف البتريجر ديال جي خايف، اللهم تضغط عليه قبل ما يجي عندك هو. هذا بريفيرونس ويف كيف قال افونتاج كراش كونتر سيتاب مزيان نايس كومبو كومبو داخل فوالا ماكسيموم دامج ارا برا شوب دي شوب هذا لا كونفير ان جولي كونباك. فريزر دابا غادي يبقى مغاردي غيعرف يخليه يضيع كلشي، غيخليه يضيع داك البيطه اللي كره هو عنده الكومبات ديالو خاصو يصبر نشوف واش غادي نايس مزيان غيصبر غيصبر على كل شيء ولا يا ضرب خطف دير اللي عجبك يحيد داك الفيطري كر بعدا ونلعبو معاك راه برا جي 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 ناتويل صبر عليه صبر على رزقك، هادشي اللي كيقول ملي كيكون الخطر خاصك ما عندكش الحل خاصك تضحي شوب قراب ماشي مشكل، المهم خاص ما يجيش فيك كومبو يجي فيك سيتاب، احسن حاجة هو تصبر على رزقك تيك ذا ثرو غادي نهبط. شكون اللي غادي نشوف شكون اللي غادي يختار الفريق الجزائري ولا باقي اكي باقي على الله الماتش الاول هذا بعدا بياخذ وقته مزيان مزيان هاد القضيه هياخذ وقته نادفيد باش يفكر ويحاول يشوف شنو ما الحوايج اللي لعب عليهم رضوان فريزر بطبيعه الحال او لا كليماكس. ما عمرك تزرب كيف ما القضيه ما عمرك تزرب ديما خذ وقتك يبان لك انه خاصك شويه تفكر ولا شي حاجه ديما خذ وقتك في المباريات ما كاينش غير لعب صافي ماشي مشكل خاصك تقرا وتفكر مزيان وتاخذ وقتك تريسبيري تلعب على يعني كما كتعرفوا انه حتى داك الضغط اللي كيكون حتى هو كيلعب دور يعني خاصك تاخذ وقتك باش تلعب الماتش مزيان. ربح كليماكس الماتش الاول شنو هو الحل او شنو هو الماتش اب سامي اللي بان لك ما بين كليماكس وجي اخوان شنو هو الماتش اب كتبوا لي الماتش اب ديال جي و
وبايثون. بايثون لا الماتشا باش كيبان لا لك aucune idée, mais je pense que les matchs qui vont être bizarres cette année. De toute façon, Street Fighter, c'est rare où il y a deux personnages وما battre بجوج en chat. تير ليست بحال بحال تقريبا جي وهو بايسون بحال بحال Exactement, رام زوج هاي تير. ما تشاف كتب لنا خمسة خمسة أربعة خمسة ديال من دي بوي قال لك نفس الشكل ودي داكاريتا هو نفس القضية يعني الماتشاب ديال بايسون خمسة أو لا جي واش جي اللي خمسة خمسة ديال جي جي هو اللي زايد شوية على بايسون هادشي اللي كيبان ليا التاني باش متميز جي هو بالفيتريجر ديالو خايف اتفضل انا نشوفو دابا ناد فيت اش غيكون القراءة ديالو الماتش الاول كيفاش غادي يلعب فريزر كيضغط ورا ضغط بقوة يعني كيستعمل الكاروات ديالو ولكن ها الفيتريجر كيف نايس جارد هنشوف الماكينة اول دي اير دوبل كونتاكت يحاول يقدر لا ديستانس بينه وبين بايسون دابا بايسون كيبان لي انه باغي يدخل وجي كيمتراجع الماتش يعني فوالا يعني جي كيقرا الماتش وباقي حاضر راسو ولعب شويه كنشوفو فريزر واش غيبقى فوالا فريزر بيحاول يكمل على التفوق ديالو باغي يضغط نشوفو نايس نايس جامب اكتيف البيتريجر وانا غادي يحاول ما يفرطش في هذا الروند حتى هو اونتي اير او كونفيرماسيون ديال كونفيرماسيون راه برا كل ماتش مشى بوم بوم مزيان مشى واحد لواحد ناد فيد بادي مزيان القراءة مزيانة يعني جي كيف ما كتشوفو حاول يلعب متراجع واحد شوية يحاول انه يجو ديفنسيف من الاول انسويت غير الى اكتيفي تريجر يعاود يقلب يولي اوفنسيف كاع كلش يعني هو في الديبي شغل الى با بوكو دو مزيان فوالا يعني كيحاول في الاول يلعب راجع شوية اللور على ما يتشارج الفيتريجر ديالو يحاول يشارجيو او لا يشارجي هذوك اللعيبات اللي عنده حتى هما جي ديما كيلعب شوية راجع اللور الماتشاب كي خاص تعرف كيفاش تدخل عنده قبل ما يبدا كيشارجي هادشي ما تخليهش يشارجي هادشي ما يشارجيش لا لي فار ما يشارجيش ولا بريفيرونس انك تهجم عليه في الاول لكن انا نصيحتي اللي بيلعب مع جي حاول يلعب معاه نيوترال شوي يبقى لاعب قدام وما يدخلش عنده هو عنده لي زونتي اير لا بغيت تنقز عليه عنده زونتي اير مزيانين عنده بوكو دونتي عنده هذيك فاتوما كي تاع زوني بيها بيان في سونتي اير بليس هذيك كاتبرد وي فوالا اكتيفر بيتريجر من يحاول حتى فريزر اكتيف البيتريجر ديالو غادي يضغط حيت عارف انه القضية طيبة الماتش سخون نهار برا نايس كروس اب فوالا فوالا رجع شوي اللور دابا نشوف واش غادي يعمل واش فريزر غادي يطلق الاكسات ديالو باش يدخل عنده او لا غادي يبقى نيترال يحاول يتسنى يغلط فريزر دابا بغا يرجع شوي اللور عارف ما بغاش يشارجي ليه الفيتريجر بحال ليه قيسه بغا يجيب فيه كومبو بعدا مزيان يعني ما بغاش يضيع البريسينغ ديالو يشارجي ليه الفيتريجر في لاكارد قرر انه يستغل لحظه يدي ليه الطابلو اللي غادي يهجم فيها مباشرة
اوكي بيان جوي بيان سيمي او نايس سيت اب جميل من عند نادفيت سيت اب من اخي يعني وهمو تايم دوكا هادشي اللي كنقولو من قبيله الفيتريكر ديال جي خايب لا لا قاعد لوان 6 اكسات ثم نروحو للبال دو ماتش من الكوين للكوين هاوي وفريزر كما كنشوفو فكر مزيان ما عمر الفيتريكر تجاب فيه كومبو ولكن مع ذلك قدر يرجع نادفيت الماتش وعلى فريزر كيقرب شوي بشوي على خاطره نادفيت حاضر راسو اونتي اير شوب نايس فريزر اكس غادي يبدا ضغط فريزر دابا غادي يمارس البريسينغ غنشوفو نادفيت باك داش او غراب اي دغاتي لغات دو فوا كان كاين شي مشكل فوا صاوب داهني فوا الكوان بايسون مزيان ريزي او غراب مزيان نايت فريزر وهذا فريزر لعب شويه ليه ما عندي ما يتسالو قرات تاوى الماتش يعني كيف ما كتشوفو حاول انه كيف ما كتشوفو جي كيلعب مع واحد القضيه مهمه هو حيت يقرب يعمر ليه الفيتريكر ما تحاولش تبقى ضاغط عليه صافي خاصك ترجع شويه اللور على ما هو غادي غيبان ليه انه باغي يبغي يتحرك بالتايم ولا شي حاجه ما كيخصك تجيب فيه كومبو هذيك الشرطه الاخيره اللي بتعمر ليه الفيتريكر خاصك تدير ليه الماكس دامج لا لازمك تي لو بريس بزاف باش يدير لك ديغيفرسال لا ما خاصكش تبريسي في هذه الوقيته خاصك تخليه ما يعمرش الفيتريكر حتى تجيب فيه كومبو شركه بالياني نايس جي جي فريزر انا دويت لعب مزيان عجبني في السيت ابات ديالو غير هو راطى واحد دو فوا كنسمعك وي انا اذا الفريق الجزائري كيختار رشيد في المباراه الثانيه ديالو كيف ما كتلاحظوا قضيه مشحره ماتش الجزائر ماتش المغرب باقي التكافؤ كلشي غادي يحاول يفرض السيطره حيت كيف ما كتعرفوا ان البديه كتلعب دور كبير الفريق اللي كيتفوق بالبديه كيكون عنده حظوظ كبر يعني هذه القضيه مهمه ديما ديرها في بالك انه تحاول تلعب ما تحاولش انك تحاول تبدا ترجع في الماتش ديما تعطي راسك التفوق باش تقدر تفكر من بعد الا وقع شي حاجه ولا كانت شي مفاجات ولا شي حاجه دابا الفرق بجوج لاعبين على هذه القضيه لانا دوكا aussi nous avons شوفوا un très très beau combat entre Aridon et Climax Rashid contre Bison les deux معروفين بالبريسينغ تاعهم les deux personnages بجوج ولكن راشيد بالخصوص البريسينغ ديالو اخطر من ديال بايسون اخطر وي هادوكين الباش فريزر كما كتشوفو بدا كيبان ليا لاعب داخل يعني غفضل انه يضاشي من البداية باغي يضغط اريدو نشوفها شايدر كما كتشوفو شاد لاكارد مزيان ها هو رجع نايس اون في خير وعلى بليس تروا داش فريزر داخل اريدون باقي غازي غادي نشوفو اكتيف الفيتريكر ديالو الهجوم غيبدا نايس فريزر نايس رياكسيون اولا هذا كيبان ليا مايند جيم توقع توقع قبل هذا تشوف طبيعي وي كورنر سي فون لازم بيسينغ تايم دوكا نايس اسكيب غطى الكومبو لكن مع ذلك بقى في البريسينغ ديالو كمل فريزر فوالا وي صدقت له لا باغي يحبس عارف فريزر ضاغط كيف كنت انه
تاع مشكل في المانيطا دوماج كنظن انه كاين مشكل عند فريزر نايس كراش كانت بطلع فريزر مانيطا ولا شوف لكن كاين مشكل عند فريزر في المانيطا كتوقف ليه ولا شي حاجه فينيسيون كان ممكن يفيني بلايت هيك بريسنج بريس دو رشيد اكتيف البيتريجر برا برا كيفاليا هاي تحريف شوب شوب هاي خرج من الكوان مزيان نايس انتي اير مزيان اكتيف البيتريجر شير عليه تبوان عليه مزيان ولكن فريزر نايس جامب تاع الماتش الاول تاع فريزر ما فهمتش مع ذلك الماتش كان ديال كيبالي ديال رشيد ولكن فريزر قدر يرجع في الماتش نايس كومبات مزيان très bien joué. Joue au niveau. Ah, Rachid, tu as le Marvel Ajax. Au plus, les deux avec le V-Skill Tani. Le V-Skill Tani, c'est un gimmicks. Gimmicks, c'est le mec. Sinon, V-Skill, le Wally, il a le pressure. Il a la pression, Rachid, mais il a le V-Skill Tani. 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 غير في الاول بقى كان كاع اللعابه اللي كيلعبوا برشيد باقي محتفظين باللي بيسكي الاول بيسكي الاول اخطر فهنا كيف ما كتشوفوا الماتش بدا غير برا فاشيون باراشيد سي كو انترومبي مع بيزون اير تو اير نايس اكتيفاسيون غير برا اكتيفاسيون كروسر un deuxième poisson planté Nesten XDP ولكن بايسون هرب ومع ذلك بينا شيء زين هذا الفيتريجر ديال بايسون لاج كان شويه لاج او بطبيعة الحال كاين لاج فوالا بريسينغ راتا الكومبو ديالو نايس اون تي اير نايس les deux joueurs se connaissent ma Razer on fire Razer on fire خاصه في جيمين فين خاصه في جيمين بخير دو بينيسيون مزيانين جابوهم فوقيتهم ما خلاش حتى داك الريفرسال اللي دار هرب مع ذلك جابو لي تي بري شكون اللي غادي يدخل ادريس فانتاي هو اللي غادي يدخل
إذا الفريق الجزائري كيختار إدريس يحل محل أريدون، ممتاز. أريدون ما توفقش، فريزر كسب نقطة وكسب التفوق، فريزر القائد تما يعني كيف ما كتعرفوا متعودين أنه عنده دور القيادة، كيمارس السلطة كيمارس ديالو الآن وكيتولى القيادة. أرى برا لما تسخون اخويا سامي ياك بيان سور بيان سور كان كيبانو ليا. Et maintenant, on va voir encore un match encore épique. كولين كولين ادريس و كليماك راوند 1 الماتش اب الماتش اب الدراري كتبوا لنا الماتش اب وبغينا نعرفوا الماتش اب بايثون كليماكس وكولين سي بارتي على برا كونفرسيون تارجت كومبو كورنر اوفرهيد شاطر هادي خلاها في الكورنر خلاها شي جري معاي طيحها في الكورنير شوب بغا يضغط عليه على مزيان مع اوه شوب شوب برو شوب لوب سيزون 1 يا سلام شابا شابا بخامي راوند لوميني بار سودا بالك اون فيغا ان كومباك غادي نشوفو فريزر اش غادي يدير دابا يعني من اللي جرى فوالا بوش قرنين شابا كونفيرسيون مليحة ارا برا شوب اوه كومباك لا عمر معانا دابا مزيان في الوقيتة المناسبة اكتيف البيتريجر بطبيعة الحال حيت غادي يعوض اكتيف البيتريجر كمل الكومبو ديالو ارن سيتاب لايت شوب دي شوبا مزيان مازال فريزر رجع رجع في المقابلة رجع اللور كذلك رجع اللور مزيانة حبسو من الجرية ديالو توقعو غيجري كيبان لي ان الماتش ملاقي كيفكرو انهم يجريو بزاف voilà justement ils essaient d'utiliser le lag à leur avantage ah voilà pas de merde my stun très très bien joué oh perfect ah il a raté merci je sais pas il a fait que de la rendre avec ça ah la barra خمسة خمسة الماتش اب قال لك 5 5 ما بين بايسون وكولين اتما ايكيفالون ا بيان قال لك كاين اللي كيقول ديال كولين ماتشاب ديال كولين لا ما كيبان ليا صعيب صعيب ما عرفتش ما عرفتش بصراحة بايسون وكولين ما عرفتش لكن تنظن انا ديال كولين تانا دي فاصون في الهاي ليفل لو ماتشاب سي سولوي اللي يل غيسي ا ايتر لو ميور في لو مايند جيم يعني لادفيرسير رجع اللور مع انه في الكوان كيف ما كتشوفوا كولين مع انه في الكوان كيرجع اللور مع هذا اللي دار ادريس راه مزيانه هو ما تحاولش تبقى داخل في الكوان واقف قدامه راه ممكن يري ينقز ولا يدير شي موفمون ويولي في الجهه الاخرى يعني كيف ما كتشوفوا مع انه كيحطو في الكوان كيبقى شويه اللور بعيد عليه تعرفوا مزيان هاو كونفيون ادريس هاو غير يداشي باش تمشي ليه الكورنر في سبرينت كاين شوية لاك وهاد لي موفمون ديال كولين كاين لاك كاين لاك معليش غادي نشوفو الروند التاني مات الروند الاول ديال كولين بدا بسكيل ضغط مزيان كبيان كونفيرما كونفيرما مزيان نفاز فريم تراب الاولى بايسون غيدو فوالا فريم تراب
دوماج تكتبات كونتر ما شدتش الشوب. مزيان بايثون في الكوان خرجوا من الكوان ما عرفتش علاش. بليس بليس في هاد اللعبة بايثون كاين كويت لاك كاين كويت لاك معليش. I'm going to go to the next one. ما عندهمش سيت اب قدر ديرو قبل ما يحوي كيما كان ديال بيردي ثاني نقطه ولا ناش بايسون اللي كيلوحوا بعيد بحال كارين ولا شي حاجه ولا اكوما من الانساب ما دير سوبر حتى التشكيل ديال نايس او ديال دوزيام ماتش سودرا 1-1 بوغ لانكم فوالا رجع دغيا هذا الماتش كاع ما يفتو كاين نفس الحليب جاون فاست تري رابيدمون مام كولين عندها بوتنسيال كبير دير كومباك بلا فيتريغر دو تاعها فيتريغر الثاني فيتريغر الثاني هو اللي عنده زوين شنو ما نتفهمش وي وي بوكو ميو كو كان الاول حتى هو كيلعب به كان زوين شويه ولكن هذا حزان هذا فيه بزاف لي زوبسيون واه سي ان سير بوكو ميو تما تينا كاين ريزون تدي الاول ممكن تديرو مع اللعابه لي جرابور هذوك اللي كيكونوا عندهم زانكي مليون دير معاهم ابيجيل لا ابيجيل خاصك تكون لا زنجيف ولا لورا ولا بحال هكا زنجيف ولا اي زنجيف كان بحال زنجيف دخل شابا دالو ميكس اب 50-50 كروس داون سيت اب بكراش كانتر حسن ميكس اب استنى فيرو فيرو صار نرجع بحالك فريس دو باقي دابا فوالا نايس كراش كانتر فريسينغ سيت اب او شوب رياكشن ما كونفيرماش ما قدرش يكونفيرمي هذا واقع I'm going to go to the next one. All perfect. Yes, you win. Razer قدر انه يرجع صراحة. Razer كيعرف كيفاش يرجع ياك. هادي اللي كيدير Razer هي انه كيف ما قلت لكم كيستغل التفوق في الروند الاول. علاش؟ باش كيخلي الروند الثاني لو وقع فيه شي مشكل يقدر يقرا فيه. ماشي تخسر الاول ويكثر عليك الضغط كيربح الطرح الاول الانسب انك ديما تربح الا خسرتي فوالا باش حتى الا خسرتي تقدر هذاك الطرح اللي خسرتي ترا فيه وفي نفس الوقت كيكون حتى الاخر عنده الضغط ماشي بحال الا خسرتي الطرح الاول الاخر كيبغي غير يجري عندك وانت عندك ضغط غتجيبها في راسك فهمتوني اكزاكتلي اي فو ميو كونسيرفي prochain match normalement il décide KKX KKX ou elle est
يعني خسر في الأول خليل، من بعد خسر نادفيد، من بعد خسر إدريس. أريدون، عاد خسر إدريس. إذن دابا كاين تفوق المغرب بجوج ديال النقاط، 3-1 النتيجة اللي كاينة دابا. عصابة واش راح يلعب كايكس و سات و كامي؟ كنظن غادي يختار كامي على حساب انه التفوق اللي كاين عند المغاربة الآن، يعني غادي يفضل انه ما يغامرش بسات، يخلي سات الوقت المناسب. هذا من وجهة نظري كنظن. صح، دو بريفيرونس يدي كامي باسكو لا ميتريز ديبي لا سورتي دو جو، هو يلعبها كامي. فوالا خاصو ان بلوس يحاول. ماتش اب، ميم ماتش اب تاع كامي دايسون جو بونس قريب كيف كيف، ما لا كاينش ديفيرونس كبيرة كنظن انه الماتش اب ديال كامي ديال كامي. وي ماتش اب ديال كامي، اون ريزون دو بلوس الوغ يدي كامي. حيت كيف ما كتعرف انه بايسون خاصو يلعب شويه راشده، وهي هي اصلا عندها لي زوبسيون بزاف، يعني كتلعب عندها لي زونتي اير مزيانين، وعندها تروا فريم لتحت، والضربات عندها يد كبيره بسته ستة فريم، وكتضرب من بعد صعيب انه يتمجي عندها غير يويفي تضربه. يعني الماتش اب كنظن انا غيكون ديال كامي 6-4. أربعة الدراري راح يبان لكم ده الماتش اب ديال، هو ما غيكونش كبير بزاف، غير المهم غيكون تفوق ديال كامي. اش كيبان لكم كامي بايسون الماتش اب؟ كامي هي ديرو بايسون هو الاول وديري كامي الثانيه، او لا كتبوا بي عليك بوي سانك قال لك سانك. كامي 5-5 4-5 مع فافور دو كامي. يمكن تراجع بزاف و فوالا، يعني هو ما عندوش لي زوبسيون في لي زونتي اير بزاف، فوالا هادشي اللي كاين. كيف ما قال ياك 6-4 ديال كامي، لكن مع ذلك يعني كيف ما كتعرفوا بايسون تا هو راه ما ساهل، يعني هو بايسون سوليد وعندو لي كومباك ديالو، في اي لحظة يقدر يرجع في الماتش. بيان سور اي. فوالا قال لنا بيبوي بايسون عنده الدمار شويه، شحال عنده 1000 وشي حاجه ولا هي 1000؟ كامي عندها 950 غادي ولا 925، 950 ولا كايكس هو دخل. اذا المباراة قريب تبدا. مرة برا سيداتي سادتي اعزائي الكرام، المباراة بين الامير المقنع و والعطار. هاد الماتش انا ديجا في بلوزيغ فوا نورمالمون راح يكون دو تري تري ونيفو. بطبيعة الحال جو مسوفيان لو ماتش كايتس كلايماكس بلانر، سيتي ان تروك ان تروك دو فو. هو كنظن انه الضغط دابا في الحالية في هذا الماتش هذا غيكون على الكايكس، هو الاخر وجوج ماتشات، يعني غيكون عليه شوية الضغط اكثر من فريزر. ردتو البار راه الضغط من اكثر الحوايج، كاع اللعابة الكبار كذلك وكيتشكاو من الضغط. يقعد كونسونتري برك نورمالمون تو تيرا بيان. واللي من غير انك تكون كتلعب مزيان تكون تعرف تجيري الضغط ديالك وتحولو في الصالح ديالك. بيان سور لي بلو كران جوار يميتريزيو بارفيتمون لي زيموسيون تاعهم. سي بارتي برا برا فوالا كانون سبايك. En face de footies, nice dash. Nice dash. Whip مزيان. Back dash, dish up. Voilà, Kami رجعت للكوان. Anti-air.
Voilà, غادي يحاول يرد كل كوان، كل كوان ات اير Yes, il n'a pas او connecté. voilà ويف شوريو على برا Activation des triggers. اكتيفاسيون ضغط عليه ولكن كيف ما كتعرفوا كامي اكتيفاسيون في تريجر خاص بارد ما عرف ما فيناش مزيان عطاها بنص un autre cross-up qui marche pas, là on va voilà frame trap هو موان في هذيك الحالة عبط ثاني سبايك هو موان وأعلى دا لي فريم تراب أرا بليس دو دار ثاني كترجع باك دا جام اير تو اير كومبو كمل كان يتصوت تقابرها اير تو اير حتى تريح خلص كومبو كيتلعب بزاف اير تاع بايسون كي تشوف حتى هي نايس نايس جارد ارا برا ضغط عليه انتي اير ولكن دار ليه في تريجر شوب اكتيفال في تريجر فوالا بايسون بغا يخرج من القنت خرج داش داش في تريجر مايند جيم هذا مايند جيم انا عنده انا وانا ما عندي شاف كيميت ويرجع في المقابله واحد لواحد واحد سيري سيري هو فوالا غامر غامر ولكن من نايس مايند جيم لعبه مزيانه موان دو فوالا فوالا كامي موان دابا راي فريزر عنده القروات غايد غطبيهم مزيان ارا مرة لاقى عاود تاني داش باك داش ميكا مانيتا كتقطع الفريزر يعني كيبان انه قطعت ليه المانيتا كتوقف ليه هادشي اللي قال ليا مزيان غير داش ارا برا داش باك داش ارا برا بليس دغات بليس عاود تقري ديك الكورة اتيون دياكتر ياكتر مزيان كامي اكتيفات قوات كل شيء فريزر بغى يهرب من الكوان عارف ان القضيه حامضه فريزر حاضر راسو كايك سيد غد تال الكوان لايت فاش غنشوف واش غيدير انا قوا كل شيء كانون سبايك وموان بايسون هرب من الكوان بالفيتريجر ديالو ما خلاش يكتب الكوان فريزر راجع كيتسنى اللحظة المناسبة كايش كيتسيك واو فريزر البطل المغوار كما العادة كيتفوق وكيحافظ على التفوق ديالو المغاربة كيربحوا 4 نقاط يعني يقدروا يكملوا الدورة الأولى ب سلام الجزائر باقي ماتش باقي ماتش على الماتش كيبدا خصدان ارا برا كونفرسيون كروس اب Et c'est le tour de climax, la pression. خايف في الكامباكات ديالو هو وجي كيعجبوني وإريان هادو كيعجبوني في الكامباكات الكامباك ما حصلش كايك لعب مزيان وبقى لعب الخطا اللي دار هو انه دار كروس اب بلايت وكارد اري فريزر هو يسحب الكوان هذا هو الخطا اللي وقع 50-50 فوالا الضغط ديال كارتين كتهزم هذا شوب
نقز وضرب يد يعني توقف اش دار اكس هو نقز وضرب بكيت باش الا دار شفت البايسون تضرب ويدو الشيء اللي حاول يدير في نفس الوقت عارف ان اللعبه مع لاك تقدر تصدق Hold down très bien gardé par Climax. Shop. Canon spine. Joueur en offensive. Bison active le trigger. اوه اكسبتي ما خلاش اكتيفات كامل في تريجر دابا غتغط حاول يدير لي كروس اب لا كل شيء مثلنا صابو فريز يعود يحافظ على التفوق فهمت هادي اش دار فيها واش دار كنظن انه دار شوريو ولا شي حاجة كامل كا اكس دار مينور معنا خاوي اي سيتي ان بو اون روتار هذاك اكس دريل جيتو على البلاست مسح دارها روتار شوية يا سلام يا سلام يا سلام فريزر يتفوق وكيعطي تفوق المغاربة بأربعة نقاط مقابل نقطة واحدة أو لا ماتش واحد الفريق الجزائري غادي نشوفوا شكون اللي غيختاروا أريدون كيدخل أريدون كيدخل هو اللاعب اللي غادي يجي دابا إذا الماتش غيكون ما بين بايسون ورشيد غنشوفو أريدون واش غادي يرجع سلام سي بدر يا مرحبا المغاربة متفوقين بأربعة الجزائر نقطة واحدة ما زلنا في لقاء شيق جدا جدا إذن رشيد رشيد غنشوفو أريدون شنو هي القراءة ديالو للماتش كيفاش غادي يلعب فريزر غادي يحاول يحافظ على التفوق ديالو يلا فريزر رشيد شوب فريفيرا ارا برا نقاز لايك لاق إكسا دوكين فالا فريزر كيقدر يحبسو ويخرج من الكوان مزيان اوه نايس ويف صافي باك داش راس اكتيفا فريزر بتريجر لاق هادوكين إكس كروس اب اكس اكس اخر بليس دو ونقز مع ذلك خاف من شوريو نايس اونتي اير مزيان فوالا دريقة بتريجر نايس اونتي اير فوالا رشيد غادي يضغط وان دو بايسون انا رياكسيون ولكن ما كونفيرماش والبوليسي كي يقتل أريدون لازم يتدخل استراتيجي فوالا أريدون كيبان ليا كينقص في بلاصتو هادو كاين كيتسنى لاكس ديال البايسون نايس شيمي مزيان اونتي اير شوب اونتي اير المتلازمة كروس اب اوفر هيد دابا واحد لواحد راوند لراوند جميل هاد المباراة فايت
ما كاينش اونتي اير شوب عاود كروساب مزيان لايت شوب كراش كانتر مزيان داش سيت اب ما مضبوطش هذا السيت اب ديالو ورجل بيتريجر كومبو رشيد الكوان ضغط عاود مي سا باس با او اكتيفا تايسون مايسون كيهرب من البيتريجر وكيحط على البيتريجر ديالو فوالا ما كاينش اون تي اير دار زليقة بيتريجر ولكن توقعوا نقذ الله هذيك ان زيرو بالك ريمونتادا تاع الجزائري اون فير مازال ما شفنا لي دو زوتر جوور تاع المغرب في نايتو و داكسود pour l'instant là tout la tout majeur تاع المغرب سي كلايماكس سا وي في دو تري بون بولو تريزر كيتفوق شوف واش غيحافظ على التفوق على رشيد كيتغاد فريزر ديفنسي في دي عمرش لايت فريم تراب باك داش شوب مزيان كراش كانتر شافو عاود قعد في الكوان إلا شابي لستان دي جوستاس ماسي اكس نايس كومبو هذا يحفل مزيانة ناضب في اكس بعد الخطر عليه رشيد كيرعب في المقابلة يا سلام اونتي اير ما جاتش كملها ايه تقطيتها الانتي اير ما دارك جات فيه رشيد تيجي الحركات الفنية ديالو هنا وهنا شوف اونتي سيتاسيون مزيان شيمي عاودو للكوان عاود ناض بغي اكس اخرى اكس دي بي مع ذلك ماجيك بيكسل قاعد له سيتاب مزيان مع ذلك فريزر كيبقى محافظ على اللعب ديالو ما كيخافش من الاكس ولكن كيبقى محافظ على اللعب يعني ما تخافش خاصك تعرفو انت غيديرها وماشي مشكل الا جات فكرة كيما كتعرفو رشيد الاكس دي بي ديالو ما بقاش من وراها سيتاب مزيان ما بقاش السيزون الاخرى ما بقاش فيها سيتاب مزيان طيلة ضربك بها كتكون بعيد عليه كيعاود شي تحقيق فوالا هو جاب فيه وحده ما قدرش يلصقو تطير بلا باك داش اكس فريم تراب دار لي اكس لايت فريم تراب ايزي اكس بلس بلس دو لايت واحد بلس دو اكس فيها بلس ان واللايت فيها بلس دو لا فيها بلس تروا اللايت اللي خايبة عنده بلس تروا بايسون معروف بليس ترواد شيء هذا الكومباك شده رشيد تري تري بيان جوي اريدون في لونباك وعليكم السلام سي ريكي ريكي ست يا مرحبا يا مرحبا اذن تفوق مازال باقي عند المغاربة اريدون ربح 4-2 هي النتيجة اللي كاينة دابا اولا باقي ماتش باقي ماتش خصنا نهبطو غير هبط فريزا واحد لواحد ياك
لا انا واحد 2-0 2-0. رشيد يربح 2-0. فريزر غادي يبقى. شكون اللي غادي يدخل دابا؟ البروشان تاعهم سوا فيغان فيغان غايبو سوا نشوفوا شكون اللي غادي يدخل. كنظن انه غادي يكون فين رايتو، تخمينات ديالي انا. شوفوا الفريق المغربي اش غادي يختار بقيادة ديال دارك سوورد، من هاد القيادة ديالو نشوفوا فين غتوصل لنا. ورقية والاختيارات في الترتيب كيبان ليا كانت موفقة، اختار كليماكس وربحوا 4 الماتشات مزيان. الان كنظن اريدون واش غادي يستمر حتى هو، غادي يربح شي، يحاول يرد التعادل ويقدر يجيب التفوق، علاش لا؟ ولا هذا كيكون سيري دي فيكتوار كيما كلايماكس بوكو با. كنظن انا غادي يختاروا اريدون، يختاروا ليه الله ما عرفت. اش بغيتو المغاربه؟ اش بغيتو فين رايتو ولا كارين دارك سوورد؟ قال لك رايتو احسن، قال لك رايتو احسن في هذا الماتش اب. هذا رايتو ماتش اب كامي رشيد، كامي رشيد احسن. كان دنا كامي رشيد احسن، يعني من الانسب ان المغاربه يتخذوا هذا القرار الا لما كان عندهم شي حاجه اخرى. راه كي قال لك اختاروا لورا، لورا خسرات، لورا خسرات الماتش الاول اخويا كاغي. عندهم الاختيار دابا يا اما في كامي يا اما في كارين يا اما في كامي. كامي ولا كارين؟ إتشيغو دارك سوورد تاركسور. اذا تاركسور هو اللي يدخل، هادشي اللي بغينا، بغينا تاركسور. تاركسور تتحدى الملل، عزيز عليه التحديات، عزيزين عليه هاد الماتشات هادو اللي كيكون تفوق ديال الماتش اب ديال الاخر، يعني كيبي يفرض التفوق ديالو حتى في اصعب المواقف. تاركسور غادي يولي تما يعاود يطلع يغومونت لابونت، تما غير يكونوا خاسرين المغاربة تجي دارك سورد يعاود يربح. اون فيغا بيان، هادي هي الاستراتيجية المهم. حنا كان كيبان لنا انه كامي، لكن الاستراتيجية ديال المغاربة كتبان لهم انه كارين. اذا خاصنا نتقبلوا الاستراتيجية ديالهم ونشوفوا اش غادي يوقع. صافي جيمر قال لك غادي دارك سوورد غادي يربح، واش هذا الحد ديالك ولا العاطفه تاع دارك؟ صافي جيمر العاطفه ولا فوالا الماتش بدا. جامب ما كاينش اونتي اير لايت شوب، كامي رشيد كيضغط، راه كامي فيرو فيرسال دبي شباب تاع رشيد. نايس الكورنر، نتاتو كارين اللي نتاتو جلس بلا رشيد في الكورنر، ولكن مع ذلك قدر يرجع عاود تاع الكورنر. ترو يقتل هيك اونتي اير مزيان، نايس اونتي اير، عاود جامب عليه، عاود جامب، عاود جامب، نايس. فوالا شيمي. اوه نو سبورتا ما C'était bien joué de toute façon, c'était bien tenté. Nice tech throw. Rachid qui a fait le chemin de Bédia, Barry Drat, Barry Haf, d'aller taper au Diallo, voilà. اوه ماشي جاردا مزيان،
فينيسيون خيرة دات في الماتش الأول ديال رشيد. الماتش الأول ديال رشيد رشيد وين مازال باقي ماتش غنشوفو قراءة ديال التارك تورد اش غادي يدير. بيبوي قال لك قلنا لكم رايتو بطبيعة الحال ماتش، ولكن بعض الأحيان الفريق أو المهم هو بطبيعة الحال كان على كامي تدخل حتى أنا كنت تدبر لي هاد العملية التصور ديالهم وما كانش في المكان. بريسيون تاع رشيد خايبة عاوتاني اكس قاردة عليه نايس رشيد شوب ما كاينش انتيير ندير شوب عاوتاني ريفيرا فريم تراب انا نايس جام ماكس دامج سيت اب ما كونفيرماش في روفرسال عام تاني تقطع دوكين شوب نص ما كملت ليه كبيرة لتحت فيسكيت كندي ولا ما دارهاش نايس حبسو من جريا ما عندي ما يتسالو دارك سورد ما مخليهش يجري ولكن مع ذلك يركز عليه. هادشي باش عجبني دارك سورد حابس رشيد في الارض لاعب معاه مزيان فوت سيف لكن كيضيع في شويه في الاون تي اير. اون تي اير مزيان ما عندي ما يتسالك دابا هكا بجوج حبسو في الارض وفي السما رشيد يجري مزيان ويف راه برا شيمي ما شفتهاش نص نص على كل ما كونفيرماش لايت مزيان بون انستون الا راه تري تري بيان ما دي نورمال ما لي توقع رشيد رشيد كيضغط مزيان هرب من الكوان خطف ليه ما عندي ما يستاهلو اللحظة المناسبة شي يمي ما جبتهاش شي كبيرة هادو كان كتيك نايس جان مزيان وطاح في الخن وان ويك اب فيليكس دي بي مزيان ارا برا واحد لواحد جوستس نايس تبرا واحد لواحد مزيان القراءة ديال دارك فورد رجع في المباراة تقدر يحبسو من الجرة وحبسو من سناب اون تي اير يعني دابا لعب مزيان ما عندي ما يسالو نشوف رشيد اش غادي بالك يلعب ان بو بلو ديفونسيف دوكا رشيد بالك يبدا شويه على نشوف واش غادي يرفع ولا غادي نشوف واش غادي يبقى كيجري ينقز اولا غادي يتسنى حتى هو يلعب اللعب الحقيقي فوالا نقز ما كاينش كونتي اير هادو كاين هادو كاين مزيان دار علي على قبل هادو كاين ولكن رشيد دار ايكل هكذا صوت نايس ما كونفيرماش ايكل صوت خايب مزيانة تسنى الاي ايك ديالو مزيان نو كيضغط كيكمل على الضغط ديالو دير كونفيرماسيون وا نايس شيمي مختاز اونتي اير مزيان نايس شيمي و ارا برا اكس
واش غادي يدوخ رجع ما كانش عليه رجع غير اكتيفي الفيتريجر وغير او ماي جاد هاند ويفا شوب تي اكس دي بي جان فيرو فيرسال باقي كارين في الكورنر مزيان قدر يحسو ما كونفيرماش دوماش جوج مرات ما قدرش يكونفيرمي دوماج جوج مرات ما قدرش يكونفيرمي يعني ضيع الروند ديالو ورشيد كيعاود يرجع النتيجة وكتولي 3-4 باقي التفوق ديال المغاربة قافي عن رايتو وباقي بين رايتو وغنشوفو دابا واش غادي يرجع زيرو ديميسيون كتب لهم زيرو فينيسيون الوزع هادشي اللي كاين ضيع جوج النوبات تساوي خسر كنظن انه كان شويه اللاج ما يعني صعيب انه ما يمكنش تحافظ سوا على بحال هاد الحالات ولكن معليش الماتش كان زوين باقي كل شيء غنشوفو دابا شكون غيدخل فين رايتو بطبيعة الحال انا برا دونك لي ماتش براشيد كامي لشكون كامي رشيد اي كيبان ليه 5-5 انا وي هو كيبان ليه ديال كامي كاع دراري كامي رشيد كامي رشيد الماتش اش عارفين عليه شكون اللي عنده شي معلومات كامي رشيد ماتش اب 5-5 لا انا كنظن كامي ما خصنا نسولو الكا اكس واريدون وما يقدر يقول لنا هاد القضيه يفيدونا وما يكون شكون اخر اللي بنت لي القضية 5-5 لرشيد 5-5 لرشيد اون بليس على اريدون موالف بزاف يلعب كونتر كايكس تما كامي يعرفها تري تري بيان اون فيرا فوالا الماتش غادي يبدا نشوفو فين رايتو الشوريو ديالو مع الاول كروش كونتر فيرو فيرسال هادشي باش كيعجبني انايا فين رايتو كيعجبني بالفيزونتي اير ديالو حتى هو كيضرب ما كيخليش الفرصه انه يجي يتنقز عليه ما كاينش خاصك تحفر عليه على بيتنقز نايس داش هذا مزيانه فوالا داش كونفيرسيون ديريكتومون دافرام ما كتعرفو ان داش في اللاك صعيب انه سميتو رياجي عليه خاصك تعرف تخدمو حتى هو فوالا رشيد ما كيتنساش هادو كاين هادشي علاش قلت انا الماتش اب ديال كامي شويه حيت كتبرزطو في لعبو كله هو عندها اونتي اير فوالا رجع اونتي اير شوري ديالو اكتيف الفيتريجر مزيان الكونفيرماسيون دوماج الكومبو ديالو او خواك نايس راجل نايس والو هو على كل شيء ربح الروند ديالك كامي عندها التفوق بجوج كاروات غادي نشوف واش غادي دير فوالا مزيان اونتي اير مخيره حتى هي عاد ثاني اونتي اير رشيد كيطلق هادوكين فوالا ولا موان دو عاد ثاني ولات كامي موان دو كانون سبايك ماشي خلي يدير الميكرو والكويتيا كي بزاف ديال الاخر اليوم ما خرجاتش بان لي ياخذ واحد النص ايميني نايس اونتي اير والثاني نازلي بشوريو نايس كونفيرماسيون ديالو غاطى السيت اب ديالو بلس دو ويف
الوحيد كيبدا الحركات البهلوانيه شوب دي شوب وهلا رشيد كيجري رشيد كيجري وهلا بدا التفوق ديال استغل الكارو ديالو ولكن اونتي اير ما جا ما كانتش مزيانه هو استعمل الاونتي اير ديالو غير هي ما ماشي في التايمين المضبوط ديالها صعيبت اونتي اير بعدك دارها بزاف صعيبت اونتي اير رشيد وصعيب هذيك الضربه Ah, je encore un de réversal. Très bon, il est senti avec réversal, mais il vaut mieux. Je vais te faire un peu de temps. Ah, voilà. XD. Il est un peu de temps. Il est un peu de temps. Il est un peu de temps. Il est ناد بشوريو على قبل كان على قبل شوب حيت قال انه غادي يبغي شوبيه مزيان ولكن الاخر قرا مزيان رايدون حاضر فوالا جولي ويف فيرو فيرسال اللعاب اللي ضروري تلعب معاه بالفيرو فيرسال هو راه خاصك تلعب بالفيرو فيرسال باش باش يقاضي هو هذوك الهادوكن اكس ديالو فوالا دوبي تريجر او نادي سوري اي غامر 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 جي جي بور رشيد 2-0 pour l'instant égalité Maroc Algérie 4-0 فوالا اريد نقدر يعاود يرد التفوق إذن القضية كترجع كيف ما الأول الماتش كيزيد يسخن 4-4 المغرب ما قدرش يحافظ على التفوق ديالو يعني خصو يبدل دابا الاستراتيجية ديالو خصو يعرف شكون يدخل كليماكس دخل صافي جيمر كتب لهم كليماكس دخل بدات خليل عنده اون شانس كونتر رشيد ما عرفتش الماتش اب كيبان لي حتى قاصحه على لورا حتى هي شنو هو الماتش اب اللي بان لكم دابا مزيانه الدراري شكون اللي يدخل شكون اللي يدخل بايسون ها واحد قالنا بايسون خالي لورا فريزر خالي الكابو اذا الاختيارات كاينه ما بين خالي الكابو او فريزر بايسون او لا لورا لازم جي كونتر رشيد لا جي في ليكيب ديال رشيد ما يمكنش يكون كونتر رشيد بلانكا الناس بغاو بلانكا اذا تحية للجمهور الكريم تحية للسي سامي معكم في التعليق اجدتو
مشتي سامي غنتظروا دابا شكون الاختيار ديال المغاربه اش غادي يكون. حاليا مازال ما لعب مع اريدون وي ما معنى جو بيان اونفي دو فوار ماتش لورا رشيد. هو دابا ما هو حنا بغينا نشوفوا ماتشات زوينين كيف ما كتقول، ولكن هنايا دابا كنشوفوا حنا الاستراتيجي اللي غادي يتبعوا المغاربه، وكان خطا كيف كان بان ليا كان خطا عند المغاربه ملي دخلوا كارينغا. المغاربه كيشهدوا بهذه القضيه، بانت لهم انه كان عليهم يدخلوا كامي قبل من كارين، ولكن معليش المهم غنشوفوا واش غيتداركوا هذا الخطا المغاربة. ما كانش الاختيار في محله، ما قدروا ما نقولوا ماشي خطأ. من كان لزارة نورمال من طبيعة الحال. إذا دارك سورد كيدخل دارك سورد كيدخل كما كنقول لكم ديما، دارك سورد عزيز عين عليه التحديات، هادشي باش كيعجبني انا دارك سورد. غادي نخليو دارك سورد المكان تيقولك فهمت تا كلشي تفهمو الا مع المغاربه ما تعرفش اش غيديروا. هذا من استراتيجيات حتى هما اللي كيتبعوها المغاربه. تكون عندك واحد القراءه اخرى ما عندكش انت دابا هما في وسط الكواليس كيقراو وكيشوفوا اش غادي يكون، حتى النفسيه كتلعب دور. أريدون كي يرجع التعادل وكيرجع بقوة. دابا عندنا 4-4، إذا غادي نعاودو نبداو من نقطة صفر. الماتش غادي يشعل أرا برا كارين رشيد. فوالا شوية الفوتسيز، رشيد كيضغط بالضرب واللعيبات هادوكين والفريفيرات وتي جامبي ما كاينش من بي ار موان كات. لا هادي بينيسيون كان عليه بيني من ديك الرجل الكبيره موان كات نقد عليه غموت كان عليه عاود الكورنر عاود رجل الكورنر مات شهر راوند الاول. خصو يربح بطبيعة الحال، هو خصو يربح اخويا بي بوي. انتربسيون دي اكس داش لايت سيوي فانيشات. كيبان لي رشيد كيبقى كيضرب بزاف. نص ما كاينش بينيسيون كراش كانتر جامب فريم تراب ما جاتش. رجع اللور رشيد مش كاين شي مشكل برك باك سي بون عاود ولا صافا كروس اب كاينش اونتي اير موان 3 ما بيناش لا موان 2 هاديك موان 2 نيفو 2 فيها موان 2 دي اكس باش نخرج من لابريسيون زو بيان اوتيليزي سيتياسيون في تريجر نعاودها الكورنر نايس فينيسيون بغا يخرج من القن دق جابها في راس نايس جان غطا دارك سورد كيمشي للكوان على برجليه لكن ما عنده ما يدير. رشيد جايب شوية عليه فوالا دي شوب اكتيف الفيتريك رشيد نايس كروس اب فريم تراب
جوج ريفرسالات خوال في تريجر، يعني ما كاينش في تريجر الطرح الكامي فريم تراب نايس وشوب عشان هيد يقتل ها هو ما خصوش يعمر ليه الفي تريجر، كان عليه يلعب معاه يقتلو ما يبقاش ضغط عليه في لاغارد. هاد العملية تا هو مزيان دار لي اوفر هيد. هادشي اللي قالك كما قالك دارك سورد فين رايتو دارك سورد داخلين ريكونديسيوني. لكن مزيان هو دارك سورد كيف ما قلنا كيتحدى طبيعة ربح واحد نشوف واش غادي يكمل نايس جام ضرب الراك نايس ويف رشيد كيضغط بيت الكوا ما قدرش روبرسال نايس اونتي اير فوالا تاع الكوان كارين خلاتو شوف واش غادي يدير نايس رياكت لا بليسيون تاع كارين اير تو اير اير تو اير مقدرش يدير تاجكيك اوه ويف مزيان فريم تراب شوب اكتيف الفي تريجر اوه اونتي اير كملو الجامب تاع عاودة بقوة نايس كومباك مزيان كارين تدخل على البتية باغا تضغط اوه اكس دي في من البتية عاود رجع للقند كراش كانتر شوت مزيان عاود ثاني اي اكس دي في ممكن دابا لو الريفرسال برو اكتيفاسيون اوفر هيد دازيام اوفر هيد تروازيام ما كونفيرما شرج الميانة لتحت تي اذا قاعد قاعد شوف كل ديال الريفرسال يعطي لها كونفيرما بطبيعة الحال امنو سيستم نايس تريفر الانسب انك تطلق فيرو فيرسال على انك تبقى محافظ امانك ما دير بعيد مع رشيد ها هو بعد فهداك دار غلط يعني فهادي كان عليه بوني ولكن هو من الانسب يدير عليه فهاديك الاي اكس ديالو رافيل لازم عليه دوكا يقبل له الريفرسال اللي يفروه نايس اون تي ان كروس داون ولا كريستال بيرفكت يا سلام يا سلام كما كنقولوا ديما دارك سورد يتحدى الملل فوالا كيف ما قالوا ان بون شوا زوير هارد كيك ديال رشيد موان كات فيها بينيسيون يا اما بلايت كيك ديال كارين او لايت بانش او تقدر تكملها بريكا اكس او لا كات كات اكس اللي عجبك يا سلام جي جي دارك سورد جي جي أريدون بارلي عليه كان ظنياك جو بونس لو بروشان شوا تاع ليكيب الجيريان سي سخا كي اكس كي اكس ما عرفتش شوفوا الاخوان اش غايقولوا يلا الدراري اش بغيتوا الاخوان الجزائريين شكون في نظركم اللي غادي يدخل نادفيد بغاو نادفيد هما من قبيله كيقولوا لي نادفيد نادفيد كونتر كارين نادفيد كونتر كيلي بغا كا اكس اري اري زهير بغا نادفيت تا هو زهيريس ادريس ديتما اخويا ديتما بخير ما كي داير كاين شي صيد عندكم ولا والو حنا راه كنموتو هنا في مراكش الصوره ديال الحبس هذيك يلا شدوني يلا اطلقوني يلا بيجي التون مو جريم كل اللي غادي يدخل شكون
شوفوا الاختيار تاع الجزائريين واش غيكون صعيب. نعطيهم وقتهم اخويا بيبوي، نعطيهم وقتهم يفكروا. بليس لانفيني. دايجو تقدر دير سونداج بور لو بروشان جوور لي كاين لي كاين لي بغا كاكس وكاين لي بغا ناتفيت. كاين اللي بغى إدريس، حنا بغينا شكون شكون أكبر عدد، شكون بان لينا نادفيد هو أكبر عدد. زاد عطي غاك لا نادفيد عاد كا إكس عاد عاد إدريس. Commentateur algérien, c'est la première fois que je commente. Désolé, il a rané très chouïa. Mais allez, on essaie de faire de notre mieux. Mais allez, انفيتي كا اكس سامي هاتي ندير انا واحد المانيطا تشارجا يا سلام يا سلام، مباراة قوية قوية جدا ما بين الجزائر والمغرب. افتي 12 وي نسالي بعد الماتش ونديرو البرك نسالي بعد هذا الماتش. دابا كاينة 5-4 المغرب، فوالا نديرو 6-6 وهذا كنظن الا ربحت فالتو غتكون 6. فوالا الا وصلنا 6 غادي نديرو واحد البريكة الاخوان ونعاودو نرجعو واحد 5 دقائق يمشي بنادم يجيب شي كاس الماء. كيف ما كتشوفو النار شاعلة، النار في لاكار. بي بوي كيطلب منكم تي باك تي باك العدد ديال المتتبعين كبير، بغاو تي باك بغاو اذا الكا اكس كيقرر انه يدخل الشخصيه او اللاعب الثاني. اللاعب الثاني ديالو ماتش اب سات جديد شويه عبي ادخلوا يسيبه ما عرفتش. المهم هنشوف واش غادي يدير. القضية غادي تكون شاخضة على قول الفاسيين. سات عنده دايف كيك دونجي اكثر من تاع كامل، اكثر من كامل. غير هي كنظن واحد شوية صعب من ديال كامل.
وي لازم ما تقدرش دير مون رياكشن على العلب اللاج اذا ما فيه او بطبعا عارف شنو سات ما عندوش بزاف الهيلث كيما كامي كيما كامي اكو ها فيت فيت يتستنى كل انستون افونتاج راهو الدارك شوت فرانشمون كا الى غاتي سينو صافي في الماتش بوغ اي سي سي انا الروند الاول ديال كاري ديلاي دايف كيك دارك سورد لاعب متراجع كيتسنى يغلط خاصو يتحرك بيني من الاول ويك اب الار راه برا سعدوش مراها اوكي زيمي ما كاينش ما عرفتش دار شخص ميس انبوت هادي كارينت اكتيف البيتريغر تيت هو حافظ على بيس دور جوج ما كونفيرماش دوماج اوفر هيد اوكي اوفر هيد كي بيني ما توقعش غادي تجي فيه ما كنا كونفيرماش شوب جام ما كاينش اونتي اير باقا في الكورنير واش غادي توخ كارين ما داخلش رجعات ريزيت استمر في الضغط ديالها كارين بيت هذيك لو كان يتوقع بالك اونتيار ناد فاستو لو كان يتوقع في دو اوفر هاد سي تري تري بيان جوي هذاك ميكس اب نتاع سات زوج تقال مي يخرجوا تقريبا في نفس ستارت اب لا تري بيان جيري لو ماتش بسات مالي راه دارك سور ما مازال ما عرفش كيفاش يلعب مع كي اكس باز غارديا وحسي غارديا ويبيني حيت هذيك موانكاس هذيك العرض اقل حاجه فيها موانكاس ياك لكن كراوتينغ اشكا هذيك شفتها برجل كبيره موانكاس يعني كبيرني منها هذا يا تارجت كومبو بانيشابل هادي يا بلس 2 بلس 2 مي كوميم ابلس بلس 2 لا لا استغفر الله بلس 2 استغفر الله هاديك موان هاديك بلس 2 موان هاديك ماينس ماينس اكتيفاسيون داش لايت ساتي يقول لك لي برو بلاير حطوا في توب تيار بزاف داروا تير ليست حطوا في توب تيار ما ماشي هو ما كنظنش انا توب تير كاع هو بيرسوناج مليح بصح عنده بزاف لي ديفو بار اكزومبل في الرانج ضعيف شويه في الرانج ضعيف و مع ذلك ضربو ما فيهش وتبليش بزاف عندو يلاه هاديك لايت لي لايت الاختفاء وقت و الاختفاء وقت الربعات الاخرين كلهم تقريبا موت نايس إلى سيكيوريزي لو راوند و سيت كيربح كايكس ما وقالهم اري عزير كروغر اليوم دارك سورد ما فهمش السيد مزيان وي هادشي اللي بالي حتى انايا اخويا قضيه صعيبه مع السيد لما كنتيش لعب معاه كتحس بيه ضاغط عليك هو راه شدا وما كتعرفش كيفاش تلعب ما كتعرفش شنو هو فين فيني كتلف معاه معليش معليش ك
كاكس كيتفوق وكنوليو 5-5، المغرب ضد 5 5 الجزائر كوغا 5-5. كابتن. اذا هذا الماتش هذا غادي نشوفه الان، ماتش اخر وناخذ بريك. شكون اللي غيكون هذا الماتش؟ الله اعلم. يلا شكون اللي بيتو الدراري؟ شكون اللي بغيتو في المغرب يطلع؟ او شكون اللي كتوقعوا انتم؟ شوفوا شكون اللي كتوقعوا المغاربه غيختاروا يطلع. نشوف التوقعات ديالكم. خليل 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 فريزر، نشوف شكون اللي توقع. ايشي جوجل خليل، ازير كرو قال فريزر، بي بوي خليل، عثمان ما قال والو. صافي جيمر خليل، لارسن فين اخويا لارسن؟ بخير خليل. يشيغو ستاج الاخر، دخول اخر ستاج الاخر. كابو كابو كابو. اذا غننتظروا، وفين رايتو توقعات؟ حتى شي حد ما توقعوا. نقول لكم المغاربه راه كيديروا شي توقعات خيالي. إذن كان رايتو بدك نشوف ميرور ماتش كامي كامي. ما عرفناش، يقدر يغير كايكس. كايكس كان اذا غادي يبقى لا كايكس غادي يبقى بسات. كايكس غادي يبقى بسات. اش كنت نيت لعبت انا بنيكالي. اذا كايكس غادي يكون غيكون بسات. وي دارك صور صعيب صعيب بزاف سات في الا كان لاك، بخصوص هذيك الطيف كيك ديالو ما كتبانش بلا لاك، كتبانش في الفيرسيوس. عاد تشوفها في اللاك. خاصك توقع، خاصك تكون متوقع. كمي عندها باك ميديان بانش مليحة، تخرج 4 فريم يقدر يديرو بيها اونتيار. لا تا هي وصعيبة، تا هي وصعيبة. فوالا الماتش بدا. اذا كامي كايكس كيبدا التفوق ديالو. شوف كان عند كامي ماشي عليه مزيان، كامي اكس جاردا مزيان نايس. ما عندوش باشي نوت ستون. شوف عندوش باشي نوت جاردا، ولكن شوف يعني جابها مزيانه. الله فريفيرات موان دو باكداش او لازال تلور مزيان. كامي زاكيا في بلاصتها. اونتي اير نايس، اونتي اير كونفيرما اون كونتر. شيمي ما جاتش لايف كيك ما كونفيرماش، ما كانتش كتلو. اوفير اوفير سال فينا منها مزيان. او اي اكس جي بي نايس سيت اب. بريمي ماتش دوميناسيون توتال دو في ان رايتو. فوالا كان نظن ان دخلوا هما دابا في هاد الحاله، دخلوا كامي او دخلوا في ان رايتو حيت شاد الماتش اب. هو قال لهم كان نظن انه غيكون شاد الماتش اب، يعني هادي التخمينات ديالي. غيكون قال لهم خليو ليا خليو ليا السيت. خليو ليا السيت. في الانستان وي راهو عم دومين الماتش اب. فوالا هادي هي الاستراتيجية ديال المغاربة، هو انه الشخص المناسب في المكان المناسب.
دايف كيك دايف كيك اكساب او يبيتيلو ف في دايف كيك نايس فريم تراب فريم تراب ميد كبيرة اكتيفات في تريجر بغات تحاول تسيطر على المباراة مزيان داش او خوال في تريجر ديالو اونتي اير مع ذلك حافظ على الاونتي اير ديالو نايس فين رايتو دايف كيك فوالا سيت اكتيفال في تريجر ولا كاين ما كينتظرش بنادم هنايا انه شي وحده يعني بان ليه بعيد غادي اكتيفال في تريجر في اي لحظه بيرو فيرس ديان نايس جي 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 سيطرة مطلقة كنظن في المباراة ديال فين رايتو نايس فينا قبل ما يخرج كنظن انه كان من الانسب ولكن مزيان على قبل ميديوم ميديوم ما يمكنش تقطعها بضربة ممكن تقطعها بشوري الميديوم ميديوم الفاهم طراب هادشي باش فوالا شاد الماتش اب تارجت كومبو اكتيفاسيون اكتيفاسيون وش بكير قوي عليه علاش لا هادي تاتسو ماكي باقي الفيتريكر باقي الفيتريكر عند كاكس يعني في اي لحظة هو سيف اي ضربة يقدر يكون سيف اي لعبة يقدر يكون سيف فوالا غيختار بليز 2 ما تكملها كان عليه عرفوا ما تكملها ولا الى الى دار الى دار كات كات برجل اير اير زيد عنده ولا شوف اش تدير ليه حيت ما عادش يقدر يكمل بطريقه حيت هو كيكون موان يا كيكون موان كات كيكون موان كات على المعلومه انه سيت عنده وحده فيها بلس 2 والاخرين كلهم موان كات ياك هذا الشيء اللي كان كل موان وحده فقط اللي فيها بلس تاع كلهما موانكات الا وحده اللي عنده من وراء هادو كاين بيد هي اللي كتكون بلس 2 اذا 6 ل 5 هي باش غادي توقفوا شي سكات نديروا امتي بريك ولا غادي ندير واحد البريك خفيف ظريف 5 مينوت وغادي نكملوا قبل غادي نشوف استطلاع الراي ديال الاخوان المغاربه والجزائر شبه لكم صافي هير لونسي البريك ولا صافي بلاتي نشوفوا استطلاع الرأي ونقطعوا شبه لكم فهاد ستالولين شنو هو الانطباع ديالكم على التايجر كيف كلاش التروى او لا تري كيف ما كنقولوا بالانجلي كي جاتكم هاد الاديسيون السادسة الله يحفظك اخويا قالجي اوفيس والله خاصني نجيب شي قرعه الماء ونعاود يا الله الاخوان واحد البريك